السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه هذا البرنامج أرض السواد إلى محافظة عزيزة جدا على البرنامج، ديالى مشتاق لأرض السواد، وأرض السواد مشتاق إلى محافظة ديالى. هذه المحافظة الزراعية المهمة جدا اليوم، اللي للأسف تعاني من الكثير من المصائب، خاصة بموضوع المياه وقلة الدعم للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. طبعا احنا بالتحديد في منصورية الشط، من اهم مناطق ديالى الزراعية اللي تحتوي على الكثير من البساتين، وايضا عندهم موضوع تربية الثروة الحيوانية، بالتحديد اكثر الاسماك تتربى بطرق كثيرة من الاقفاص والبحيرات والقنوات. راح يكون هذا الموضوع وهذا محور برنامجنا لهذا اليوم، يعني هذه الاشهر هي اشهر بداية الإصابات وبدايات معاناة مربي الأسماك اللي يحتاجون دائما إلى دعم حكومي ودعم مباشر من وزارة الموارد المائية. يا رب حلقة تعجبكم وابقوا يعني. طبعا نرحب بيك ابو علي، كل الهلا بيكم، ربي يخليك، الله يحفظك يبارك بيك. واليوم احنا فرحانين لان اول حلقه نصورها منصورية الشط. والله الف هلا بيكم، ربي يخليك، الله يخليك، ربي يحفظكم. انا فرحانين بجايتكم بخدمتكم، احنا رحم الله والديك. احنا نتشرف اليوم برنامج ارض السواد متواجد وياكم ويا اهلنا في هذه المنطقه. كل الهلا بيكم، هاي منطقتكم ومزرعتكم، لان للاسف كانت مخفيه عن عيوننا. ما شاء الله اليوم شرفتونا، اسماك وبساتين وغيرها، ربي يديم هاي النعمه عليكم. الله عليك، الله يستر عليكم ان شاء الله، هم مزرعتكم ان شاء الله. الله يخليك، الله يحفظك. ابو علي، انت من اهالي هذه المناطق؟ من اهالي هاي المنطقه ان شاء الله. ولادتك وحياتك؟ ولادتنا وموجودين ان شاء الله، من يعني من ابا عن جد ان شاء الله. ابا عن جد اي، موجودين. ممتاز ان شاء الله. مجال تربيه الاسماك ايش صار لك بيه؟ يعني صار تقريبا بالثلاثين سنه. 30 سنه اي، يعني من انتوا اطفال تشتغلون؟ من انا اطفال، ومن زمان ابويا وعمامي وجدي، واحنا سلمناها وراهم بعدهم يعني. زين ان شاء الله. بما انه مثلا بالثمانينات شنو كان شلون تختلف تربيه الاسماك عن هسه؟ يعني كانت نظام بحيرات، هسه اجى نظام الاقفاص، وشوي الوضع تطور والامور تطورت. يعني كان مثل المساحات بالبحيرات تاخذ اكثر، مثلا مثل مسطح مائي، هسه بينما مثل البحيره الدونم ياخذ مثلا مثل 750 سمكه، 750 وحده، بينما بالقفص هم 750، هذا 3 ب3 ياخذ 750 الى 1000 سمكه، بينما بالبحيرات الدونم يلا يشيل 1000. يعني قصدك انه كل ما تتطور السنوات اكو افكار قاعده جديده؟ اكو افكار. اي، عندنا نظام مثل نظام الاقفاص جديد، ونظام مغلق، احواض مغلقه همين، المفتوحه همين موجوده. انتم بهاي المزرعه ايش عندكم؟ شلون تربون الاسماك؟ احنا عندنا بحيرات موجوده أي، ننمي بها، وعندنا اقفاص همين، مشروع مال اقفاص بدجله، مشروع نهر دجله، ننمي بالبحيرات، نصعد ان شاء الله بالاقفاص. ما شاء الله ان شاء الله. هاي كلها اجايز؟ كلها اجازه مجازه ان شاء الله. صعب واحد يحصل اجازه؟ والله احنا يعني تقريبا من الجديده للمنصوريه 3 اجايز مال اقفاص. يعني يحتاج لها انه هم روتين وودي معاملات؟ اي طبعا، اجازه لازم روتين ومعامله وترويج معامله وكشف يكشف يجون لهنا. اي يجون لهنا، وعلى الجي بي اس مرقمات. على الجي بي اس؟ على الجي بي اس، بالزراعه مال بعقوبه. ممتاز، يعني اكو تطور بهذا الموضوع. اكو تطور. اي يعني اليوم الدوله او مثلا نقول زراعه بعقوبه او زراعه دياله عموما يعني تتواصل وياكم؟ والله كانت سابقا تتواصل، بس هسه بالنسبه للاعلاف يعني لحد هسه احنا نطالب الدوله يعني بتجهيز الاعلاف، تجهيز ماده الصويا والذره والبروتين، الحنطه، الشعير، يعني نطالب الدوله بهاي يعني بالاعلاف. مسؤوليه يعني الدوله انه توفر لكم؟ اي، مسؤوليه الدوله توفر لنا، بس هسه بهذا الوضع الحالي اصبحت الصويا غاليه علينا، الصويا غاليه، الذره غاليه. سعرها؟
الصاية وصلت للمليون ومية، مليون ومئتين. قبل ايش قد كانت؟ وصلت حتى مليون ونص قبل فترة يعني. قبل 3 سنوات ايش قد كانت؟ كانت 550-600. يعني أكثر من ضعف. أي أكثر من ضعف زادت علينا. وبعد شنو تحتاجه؟ والذرة همينة صعدت علينا، كانت 350، الدولة تعطيناها 300 إلا شوية، هسه صارت ب 600 علينا. هم ضعف. الحنطة هم كانت 350-400، هسه 650-700، هم ضعف تقريباً. كل المواد زادت علينا ضعف. هو يعني كان طن العلف يكلفنا تقريبا 650، هسه قام يكلف مليون. طن العلف زيت كان يكلف؟ كان يكلف 650، هسه مليون. هسه قام يكلف مليون. صار يعني المواد كلها زادت علينا. خسرتوا في بعض الاحيان؟ والله قسم خسرنا، ونوبات هم يصير عندنا اصابات بالاقفاص. يصير عندنا تاثر عليكم. اي تاثر علينا، همنا قامت تاثر علينا. من اجى هذا الفيروس اللي اجى بالشط شوية يعني همنا تعبنا، يعني قسم من الاقفاص قام يروح من عندها بسبب هذا الفيروس الجديد اللي نزل، هو اللي اجى بال 2019 تقريبا. اي اجى بال 2019 هي جت موجة على الكل، انت تدري بيها. تاثرتوا؟ اي تاثرنا، بس هسه لا هسه خفت شوية احسن، يعني بدينا نشتغل وهذا ونرتب الاقفاص ونقيم بهن، بس شوية مو مثل ذيك الايام، ولين الاعلاف زادت علينا، الوضعيه تعبانه، لازم هسه اذا تريد تنمي بالاقفاص مثلا تذب لك اذا منظومه شيل لها 100,000 تذب لها فد 300، لما يصفى فيها فد 100. اها يعني على مود لما ياخذ مناعه، يعني اذا تصير اصابه. فهمتك. من تصير اصابه هاي بالكف، يعني بالكفيات، هم اللي يحكي على الكبار. اي بالكفيات. أي. مثل تريد اليوم تنمي لك فد 100,000 سمكه بالاقفاص، من تنزلها بالاقفاص الا مثل تجيها اصابه لو بالرابع لو بالعاشره او بالتاسع، تمض عليها اصابه يلا تبدي عاد تاخذ مناعه، يلا تبدين تنميها انت بالاقفاص، عاد تمشي بعد ما عليها. زين هاي انتم من خلال خبرتكم، لو اكو مثلا احد نصحكم بهذا الشيء؟ لا لا احنا من خلال خبرتنا وتجاربنا بالنسبه لنا، واحنا هم ننطي علاجات يعني 30 سنه عملها حب. اي شلون لا. ما شاء الله. ننطي علاجات وتعقيمات همين كل فتره، يعني بوقت الاصابات نعلق الاقفاص نعقمها ونرد ننزلها. تكلمنا على موضوع الامراض. اي نعم. نرجع على موضوع مهم جدا، لان انتم واصحاب الدواجن قاعد تعانون منه، هو موضوع. صحيح. العلف. هو الدواجن والاسماك تقريبا مرتبطه سوا، يعني موضوع الاعلاف. موضوع الاعلاف يعني مرتبطه سوا. زين. ايه. اليوم مربين الاسماك بالعراق شو يستخدمون اعلاف؟ شنو الاعلاف اللي يستخدمون؟ انواعها. انواعها اول شيء ماده البروتين او البريمكس. يعني هي مادتين تستخدم، يعني هذا التركيز العالي يسموه بروتين وبريمكس. والنوبة تجي على يديها الصويا، والنوبة الذرة الصفراء، الحنطة والشعير. تجي من بعد لما الانخالة الطحين هم أنا يشتغل. ممكن تستخدمونه. أي ممكن، لأن نعم. إذا نكبس بالمكبس نحتاجه للطحين. أكو علف غاطس وأكو علف طافي. أكو طافي وأكو غاطس. بالنسبة للغاطس هو بالنسبة للمربين كل من ومثل ما تقول تجربته بال. صحيح. بالعمل. أنت كتجربتكم. يعني. أنا كده إحنا اشتغلنا على اثنيناتهم. احسن شنو كان؟ والله اثنين هنا انطال انتاج. اثنين هنا انطال انتاج. الاغلى شنو؟ الاغلى الطافي. الطافي اغلى. اي الطافي شويه اغلى. نعم. يجي هذا الاراسكو يعني السعودي، ويجي نوبه هم من التصنيع هنا بالمعامل يمنا. بالضبط. احنا كل معاملنا تستورد المواد الاوليه يلا تنتج علف. اي صح. ما عندنا انه علف 100% عراقي، لو فقط الحنطه والهاي. لا احنا هنا نصنعه على ايدينا، واكو بي يجي جاهز من اربيل هم من يجي. يعني صنعوا بربيل ويجيبوه. اذا صنعوا بربيل هم صنع بالعراق. هم بالعراق. عادي هنا على راسنا. زين اكو موضوع انه انا صورت على الضفة اللخ. يعني احد الحلقات قبل تقريبا 3 اسابيع. في منطقة مرقد الشيخ جميل. الشيخ جميل بالعبايتشي. بالعبايتشي عاشت ايدك. الاقفاص مو بهاي الطريقة. يعني الاقفاص جوا، هل ليش القفص كلش مرتفع؟ هذا قسم اللي نسوقه نرفعه. على مو لا يصير بيه بعد ترسبات. يعني قصدك انه هذا يعني خلص؟ اي خلص اللي اها ترفعوه للقفص. اي اي على مو لا يصير بيه ترسبات مال الرمل ينزل. نعم. ينزلها للدوبه اللي جوا. الاقفاص صناعتهن وين؟ شلون صنعوهن؟ الاقفاص عندنا هنا معامل موجوده تصنعها، موجوده كل العراق. اي بكل العراق موجوده، واكو نظام، يعني هذا نظام اللي 3x3، واكو نظام 6x6 همينه موجود. هذا يستوعب 1000 سمكه الى 750. ذاك يستوعب 3000. هذا جيد؟ هذا 3x3x2. هيجي. اي. اكو اكبر منه يعني. اكو اكبر منه 6x6x2. تقريبا ضعف. تقريبا ضعف، هذا الشبكه مالته قسم يسووها رفعة علم، تشيلها بيدك هيك رفعة علم يسموها.
واكو بي لا احياكه ويا الحديد. رفعت علم لنا شبيهه ورفعت العلم للمدرسه. شبيهة. يا سبحان الله. ايضا من الامور يعني زين، بما انه خبرتك 30 سنه بتربيه الاسماك وعملك بالقطاع السمك، شنو الاصعب، تربيه بالبحيرات لو بالاقفاص؟ والله بالاقفاص شويه اصعب، البحيره اسهل. شنو ليش، شنو الفرق؟ شويه بالبحيره شويه الدفع احسن، يعني الدفع مال الاسماك احسن، بس بالاقفاص لا، السعر شويه يصير اغلى من البحيره، لان هاي سمكه تدري بها مايها حر وما طاب ولا بخيس، لا مكان مو حلو. يعني ابو علي زين، بموضوعة الامراض بالاقفاص تنصاب اسرع من البحيرات؟ بالاقفاص اسرع، لان بالشط، بالشط وممكن يجي المرض، المرض قبل مباشر. بس بالنسبه للبحيرات لا، الشمس شويه لها تاثير يعني بالبحيره، يعني ما تنصاب مثل البحيره مثل ما تنصاب القفاص. نعم ابو علي، السؤال الاخير والمهم جدا، انه عام 2018 و2019 وصلنا الى مرحله الاكتفاء الذاتي. صحيح. وانتاج كان كل الزين، انتاج عالي خير من الله، المستهلك فرحان ومربي الاسماك فرحان، المربي فرحان والسعر حلو والاعلاف مناسبه. بالضبط، يعني من كلها متوازنه. اي من كلها. اليوم انت كمربي اسماك وصار لك هاي السنوات كلها، ايه شلون نرجع لهذه السنوات انه المستهلك مرتاح بالسعر والمربي الاسماك؟ نحتاج، والله نحتاج دعم من الدوله، دعم بالنسبه للاسماك. يعني احنا اهم شيء عندنا العلف، اذا نزل العلف المربي راح يشتغل، يعني المربي مستفاد، حتى اذا ينزل السعر على المستهلك همينه مستفاد، يعني المستهلك مستفاد، المربي مستفاد. اهم شيء يعني نزول العلف، نزول الصين، نزول ماده الذره، نزول الحنطه، الشعير، الطحين. يعني احنا الطحين هسه نشتريه ب 35000 تشيس، الطن ب 700، كان ب 10 يمكن، كان ب 10، يعني كان الطن ب 200 ناخذه هسه ب 700 لكبسه للاسماك، يعني صار ثلاث اضعاف علينا تقريبا. صحيح. اي هذا همنا فرق يصير علينا بالسعر، يعني احنا هسه ارباحنا بسيطه، يعني مو مثل ذيك الارباح القويه اللي كانت قبل، لان قبل الارباح القويه ممكن تطور مشروعك، تطور مشروعك تنمي. يعني ثابتين هسه، ثابتين ومتوقفين همنا. نعم، بقى نشتغل شيء من شيء وبعض. يعني هي ما شاء الله انه قطاع السمك مو فقط انه مستهلك ومربي اسماك، اكو ابو سياره، اكو بالمعمل مال علي، عامله يد، عامله عمال يشتغلون، فهي سلسله كلش كبيره وطويله تخدم اليوم المجتمع والاقتصاد العراقي. نعم. موضوع ايضا يعني الاسعار، دائما المواطنين يشتكون من موضوع اسعار الاسماك، هسه قد توصل للسوق للمستهلك؟ هسه حاليا السوق 5.5 مال الاقفص، يعني البحيرة 5.5، يعني 4800 4700. تشوف هذا سعر مناسب لو عالي؟ والله مناسب حلو يعني، بس المواطنين اللي يشتكون يقولون لا، قبل فترة صعد، صعد سبعات وثمانيات، ايه اشتكوا المواطنين مثل ما صعد البيض للسبعين، ابو الدواجن وصل للسبعين هم اشتكت المواطنين، بس هو ابو البيض هم أنا يعني شلون دمرت الدولة، ليش؟ لان هم صعود بالاعلاف وصارت مشاكل وهذا، دمرت الدواجن هم يعني عندنا. مشروعك كم عامل يشتغل به تقريبا؟ يعني ما يقارب تقريبا 20 عامل، كلهم عندهم عوائل، عوائل وعندنا نظام اقفاص ونظام بحيرات وعندنا دواجن، مشاريع ما شاء الله. حتى شوف الطبيب بيطري وياك، الطبيب بيطري موجود ويانا يعني ان شاء الله، هو يعني ماخذن اشراف. اها كلها، اي اشراف على الثروه السمكيه، على الدواجن، على البحيرات. حلو التخصص، لما انه تخصص حلو تجيب طبيب بيطري. اي هو من عندنا وبينا همين. ممتاز ان شاء الله. تعانون من موضوع مثلا انه يعتبرون هاي تجاوزات، هاي لو كلها مرخص؟ والله هو جتي قبل فتره، أي. يعني قالوا على اساس ردم على البحيرات، فاحنا نطالب الدوله، يعني احنا مثل قطاع خاص وين نروح؟ لا رواتب لا شيء، وعايشين بمزارعنا ومثل ما تقول بمالاتنا. جاكم انه يردموها؟ اي على اساس اجى ردم من الزراعه مال بعقوبه ما دياله. اها مديريه الزراعه. هي كلها مرخصه؟ هو مدير الموارد المائيه يعني هم بالخصوص حددوا جماعه الموارد المائيه. لا انتم يعني حتى ما مأثرين على احد؟ لا ما مأثرين احنا بالنسبه لنا على ضفاف نهر دجله وقبال مزرعتنا، ولا مأثرين على واحد ولا كل شيء. كل التحيه والحب اليك ابو علي، حياكم وربي الله. يحفظك الله يحفظكم وربي رزقك الله يسلمكم، وان شاء الله سنه بعد سنه نشوف مشروعك اكبر اكبر ونجي نصور. يلا الله عليكم، الله يخليك ابو علي، شكرا الله جزيلا، الله يحفظك، الله يسلمك يا غالي عيون انت.
أحبتي المشاهدين، الآن لقاءنا راح يكون مع الأستاذ حاتم الحمداني، رئيس مؤسسة روافد لتطوير وحماية الأحياء المائية. أهلا وسهلا بك أستاذ حاتم. أشكرك أستاذ أبو علي، الضيف العزيز والدائم في حلقات وجودك القطاع السمكي، وجودك حقيقة يخليك. برنامجك برنامج رائع، يركز على الأحياء المائية وعبو بشط الأحياء المائية، يركز على الجانب الزراعي حيواني كان أو زراعي. تقييمك للبرنامج؟ والله برنامج جيد. يعني نهتم من الأكاديميين والمختصين بهذا الموضوع، رأيكم بمسيرة أرض السواد؟ احنا هم لازم نقيم نفسنا. والله برنامج ده ينقل واقع حال الثروة الزراعية والحيوانية، معاناتها، مشاكلها، معوقاتها، اللي خصوصا بالوقت الحاضر نتيجة شلة المياه. أكيد يا بالقطاع السمكي، مؤسسة هنا وجمعية هنا ومؤسسة بغير محافظة، ما شاء الله مؤسستكم بعدد من المحافظات عندكم أفروع. نعم. خير من الله. نعم، هذا فخر. إيش قدمتوا؟ فخر مو بس إلي أنا والوياي. عاد ننتقد؟ تفضل. ننتقدكم. تفضل. إيش قدمتوا للقطاع السمكي؟ والله بس إحنا اجتماعات وندوات. إحنا حقيقة لحد الآن في طو يعني بعدنا جدد على الساحة، يعني ما صار لها الموافقة، صدرت من مجلس الوزراء تقريبا صار لها شهر. ففي خلال هذا الشهر فتحنا فروع بالبصرة، بالنينوى، بالموصل، بصلاح الدين، بتكريت، بالرمادي، بالأنبار، بالمثنى، بالسماوة، بالشبايش، بصلاح ذيقار. فبعدنا وضعنا الأسس. البارحة كان عندنا اجتماع فوضعنا أسس كيفية النهوض بالواقع بواقع الحياة المائية عموما، وان شاء الله حصلنا دعم ان شاء الله، واعدونا يعني الدعم المباشر من الدكتور عباس سالم مدير عام الثروه الحيوانيه والسيد الوكيل وحتى السيد الوزير، يعني وعدنا بدعمنا ان شاء الله ويذلل الصعوبات اللي احنا نقدم لهم اياها. التقوا بيكم؟ نعم التقوا بينا. من التقى بيكم؟ انا التقيت ويا السيد الوزير، التقيت ويا السيد الوكيل الفني، ويا الوكيل الاداري، ويا المستشار مهدي القيسي، مهدي ضمد. نعم. القيسي، والتقيت ويا دكتور عباس سالم مدير عام الثروة الحيوانية، وحدة دكتور ثامر. هاي الأسماء اللي ذكرتها مع جل احترامنا واحترام أكيد برنامج أرض السواد موجه إلهم يعني، وتحياتنا إلهم. فقط عملهم بالمكاتب، يجون يفترون على أصحاب البحيرات؟ نعم. عندهم تواصل معاهم؟ نعم. يدرون يعني سعر العلف إيش قد؟ خصوصا مكتب الوكيل الفني، مكتب دكتور ميثاق الخفاجي الوكيل الفني لوزير الزراعة، شكل لجنة لتطوير الثروة السمكية لمدى 30 سنة. اللجنة تقسمت محاور، محور التسويق أنا رئيس لجنتها، محور المسطحات المائية، محور العلاجات الطبية، محور التربية. أها. أي يعني عدة محاور، 5 محاور بالضبط. نعم. ندخل يا محور حلقتنا لهذا اليوم استاذ حاتم. اني ما شاء الله يعني انت مع رحله برنامج ارض السواد بالقطاع السمكي طويله جدا ويانا. نعم. صورنا حلقات في واسط. نعم. وصورنا حلقات في بغداد في المدائن. نعم. كانت حلقات ناجحه وتكلمنا. نعم. عن الواقع السمكي واليوم معوقات الواقع السمكي. نعم. اليوم لاول مره نصور على الواقع السمكي في محافظه دياله. نعم. في منصوريه الشط. نعم.
ما شاء الله يعني انا يعني شيء جميل جدا، ما كنت متوقع بهذا الجمال. مشاريع موجوده بمنصوريه الشاطئ او بمحافظه دياله، وخصوصا المنطقه الجديده والاغذيه اللي بصفها، النواحي اللي بصفها موجوده، مشاريع قائمه بذاتها متكامله من مفقس اسماك الى طرق تربيه الاسماك بعده انواع. يعني مثلا هذا المشروع اللي احنا حاليا به بعده 3 طرق تربيه اسماك، بالاقفاص العائمه، بالاحواض الطينيه، وبالنظام المفتوح، وايضا المفقس موجود. مفقس موجود مشروع يعني تقييمك متكامل لهم ايش قد؟ مشروع متكامل من 10. شنو بالعشرة؟ تقييمك. تقييمي 9 من 10. ليش 9 مو 10؟ بسبب المعوقات. هم مو اسباب بيها، ناجح 100% ومنتج ومثمر، لكن هل واحد خليناه علما للمعوقات، احتمال قله العلف، احتمال مرات يوالم قلة المياه تخل عند المياه بسبب المراشنة. هم هم نظام مراشنة. هم نظام مراشنة. نعم ممتاز. عندكم زيارات لمحافظات أخرى إن شاء الله؟ لا عندكم سابقة زيارات؟ أكيد. عندنا زيارة مثلا للسماوة، عندنا للديوانية، عندنا للبصرة. شنو أحسن محافظة بتربية الأسماك أو تعتبرها عاصمة تربية الأسماك بالعراق بصراحة؟ بصراحة حتى لو نقول أنه اتحاد جامل وجوابك دبلوماسي والله الكل لا هي عادي. المراكز الرئيسية لتربية الأسماك عندنا محافظة بابل، محافظة بغداد، محافظة واسط، محافظة ديالة، محافظة صلاح الدين، ظهرت بالأخير الأنبار، اتجاه صار على الانبار. يعني انا قلت لك محافظه واحده وهي هاي. انت سالت على تربيه الاسماك الاكبر، المحافظه الاكبر بابل. بابل بابل نقدر نعتبرها عاصمه تربيه الاسماك تقريبا بالأمان. اها عموم محافظه بابل، عموم محافظه بابل. باحد الحلقات اللي استضافينا بيها في نعم. في برنامج ارض السواد بالاستوديو تكلمنا على موضوع الاوبئه نعم وموضوع الامراض نعم، خلينا نذكرها بالاسامي. الحقيقه يعني موضوع مثل قلت لي موضوع الاوبئه، العفو استاذ ظفر نعم. موضوع الاوبئه موضوع معاناه كبيره، خصوصا الفيروس الكي اتش في. هذا الفيروس هناك جهات اطباء من خيره الاطباء البيطريين الموجودين، عندنا علماء، لكن اكو تحجيم مع الاسف. شنو التحجيم؟ ما متوفرت لهم الوسائل. يعني لو تتوفر لهم الوسائل اعتقد يبدعون. عندنا علماء، يعني عندنا دكتور انطوان. دكتور انطوان من خيره من كبار علماء الطب البيطري، يعني ما اريد اسمي حتى لا يزعلون الاطباء البيطريين، اخوتي واصدقائي واصحابي، عندهم امكانيات هائله لتطويرهم لو فتحت لهم المجال. يعني هم شنو اللي يريدون المجال؟ شنو المجال اللي يريدون؟ هنا المجال مثلا يعني مختبرات إحنا قليله. اها مو يريد يشتغل. هاي من مسؤوليه من يوفر له مختبرات؟ لازم دعم دائره الثروه البيطريه. دائره البيطره ولا الثروه الحيوانيه؟ دائره البيطره قصدي العفو، دائره البيطره يفترض، لكن دائره البيطره ما مقصره. عندها المختبر المركزي موجود ببغداد بدكتوره طبيبه بيطريه، انسانه رائعه بشكل علميه بشكل. مو هي المشكلة حتى الطب البيطري صحتك. كلية الطب البيطري جامعة بغداد مع اعتزازنا بيك. نعم. صديق برنامج أرض السواد. نعم. بس أحب أنتقد. قول. يعني من جانب تقول لي أنه عندنا أطباء بس ما موفرين لهم الدعم. نعم. من جانب آخر يقول لك مسؤولية من، تقول لي البيطرة. نعم. بعدين تقول لي البيطرة ما مقصرة. ما مقصرة من حدود إمكانيتها. مهم الدولة هم عندها إمكانية. يعني أنا العفو تفضل. بالنسبة للدولة احنا على تماس مباشر مع الدولة، الدولة مو كل شيء متوفرت لها. الدولة ملزومة بتخصيصات مالية، إذا التخصيصات المالية ما تكفي سد مشاريعها، الدولة شو تسوي؟ الدائرة شو تسوي؟ يعني أنا رئيس دائرة. عندي مثلا ميزانية محددة. تطلبت أن تزيد هاي الميزانية، مصرفها يزيد، من يزيد لي إياها؟ الجهات العليا بالدولة. نقول مجلس الوزراء، نقول مجلس النواب، لكن إذا ما خصص لي أنا تخصيصات مالية أفتح مشاريع جديدة، أنا شد أسوي وأنا كرئيس دائرة؟ أستاذ حاتم بين قوسين أريد أعرف موضوع، منو من الدول المجاورة تربي أسماك مثلنا؟ كمثال مو هنا إيران؟ مو هنا سؤالك يشعب.
تعطيني دوله على مود اقارن وياها. شو تقارن؟ ايران. احنا الوحيدين، احنا الوحيدين بالعراق مع الاسف نعتمد على نوع واحد بتربيه الاسماك، وهذا خطا. خلنا نعتبر بموضوع الكارب، الفيروس اللي يجينا نعم. والكل سنه نعم. وده يخسر اصحاب البحيرات نعم. وبالملايين نعم. مثلا موجود بايران، موجود بسوريا، موجود تنصاب نعم، موجود اصابات يعني على مستوى كبير اعلاميا. ايران مصابه بالاسماك الموجوده بايران، مصابه بفيروس كارب اللي هو يصيب فقط سمكه الكارب. ليش يسيطرون عليه هناك هنا ما يسيطرون؟ يسيطرون عليه لان يربون انواع اخرى ما تصاب، يربون انواع اخرى من الاسماك لا تصاب بفيروس الكربس، فيروس كربس الكي اتش في. يعني هذا الفرق. ما الفرق؟ لان الفيروس فقط يصيب سمكه الكارب. يعني هسه انا نزلت اعلان البارحه بالموقع، السعوديه تريد تربي بلطي، فاتحه مجال لمربي من يستطيع تربيه اسماك البلطي يقدم السي في مالته يروح يشتغل بالسعوديه. احنا ما عندنا منو دا يربي بلطي؟ قلة. يعني حسب معلوماتي قلة. نفسية المستهلك البلطي. العراقي مايل للكارب. يعني لا، هل المستهلك العراقي، العفو، المستهلك العراقي يعتمد على المعروض بالسوق. يا سمكة معروضة بالسوق المستهلك يشتريها. هسه لو تروح السمك البحري اقبال قوي عليه بالاسواق المحلية، قدرة شرائية على السمك البحري بكثرة. ليش؟ يعني متوفر. انا لو اجيب اسماك اخرى غير الكارب. زين، اكو رأي. نعم. احد الاراء. نعم. وحقول لك منو قاله. قول. الاستاذ عادل المختار. نعم. الخبير الزراعي، كل الحب والتحية له. على اخونا وصديقنا. الله يخليه. قال على مود نتخلص من موضوع الفيروس. أي. وعلى مود شح المياه لازم نتوقف عن تربية الاسماك لمدة 5 سنوات. لا انا ضده. انا ضد هاي الفكرة. هو اذا ما اخذها من هي زاوية. هي فكرة انتحارية. العفو العفو. هو إذا ما أخذها كاستخدام المياه، احنا اتفقنا بالحلقة الماضية قلنا استخدام المياه 3 استخدامات إليه، أولا شرب، بعدين إرواء المزروعات، بعدين الاستخدامات الأخرى منها تربية الأسماك. إذا ما أخذها من هذا الجانب أنا وياه، بس ما يمنع تربية الأسماك لمدة 5 سنوات لا، أنا ضد هاي الفكرة قطعا، ضد هاي الفكرة. كل التحية والشكر لك أستاذ حاتم الحمداني. أنا أشكرك أستاذ. ونبارك لك من خلال برنامج أرض السواد على الاعتراف الرسمي بالمؤسسة، مؤسسة الروافد، وكل الدعم لكم، الدعم الإعلامي. إن شاء الله. أنا أشكرك. من أجل اليوم خدمة القطاع السمكي وكل القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية. شكرا جزيلا. أشكرك. الله أشكرك أستاذ. أشكرك. طبعا نرحب بك أبو مرتضى في برنامج. أهلا وسهلا في برنامج أرض السواد، ونتشرف بلقائنا ويا حضرتك. اهلا وسهلا بكم. ربي يخليك. انت بالبدايه عرفنا عن نفسك. انا ضيال معموري من ناحيه ديه الشط ابو مرتضى، مربي اسماك. مربي اسماك، صاحب مفقس. صار لك ايش قد بهذا المجال؟ 15 سنه بالمصلحه. 15 سنه، يعني هم فتره طويله. فتره كلش طويله، ومنتجاني اصبعيات وكفيات، واجهز كل المحافظات. يجون يعني يجون وياخذون من عندي، من اربيل، السليمانيه، كركوك، دياله، يعني بغداد. يجون هم لو تدزلهم؟ لا هم يجوني بسياراتهم. ممتاز. اي، وعندي سيارات انا نقل، اللي ما عنده سياره انا ادزله سياره. عاشت ايدك. أي ربي. توصيل موجود. شو تقييمك للقطاع السمكي بهاي الفتره؟ بالنسبه للثروه السمكيه حاليا بهاي السنتين بدا الانخفاض عنده، انخفاض الانتاج وحتى التسويق، بسبب عندنا عده اسباب. شنو السبب الاول؟ ارتفاع العلف، صعود الدولار وارتفاع الاعلاف. طن العلف كان ب 600 650 700، هسه طن العلف مليون، مليون و100، مليون و200. هذا من صعده الاعلاف قلت الارباح. هذا جانب. الجانب الثاني عندنا شحة المي، محافظة ديالة، محافظة ديالة تعاني من شحة المي. المحافظة الوحيدة طلعت من الخطة الزراعية لأن ما بيها مي. ما بيها مي. زين، هاي كلها أسباب تقلل الإنتاج، التربية، الثروة السمكية محافظة ديالة. نعم. أبو مرتضى، الوراك نظام مغلق يصلحوا له. نعم. ناجح فاشل؟ ليش ما قاعد يستخدمه بطريقه اكثر واوسع؟ نظام المغلاق بالنسبه لنا
بالعراق انا اعتبره فاشل. ليش؟ فاشل لانه نظام المغلق يعتمد على الكهرباء. لازم الكهرباء ما تطفى، يحتاج اكسجين هواي. احنا بالنسبه لنا بالعراق الكهرباء ما تستقر. يعني لازم 24 ساعة كهرباء؟ 24 ساعة كهرباء. اها. اي. هاي ماكو بالعراق. ماكو بالعراق، ما تتوفر. اذا تخلي مولدات راح تجيب غاز، راح تزيد الكلفه اللي تربحهن. اي كلهن راحن من السمكات تحطهن على الغازات، فماكو ما راح تستمر. ماكو فايده. اكو ناس هواي سمعت من حضرتك قبل التصوير، قلت هواي ناس عافوا مهنه تربيه الاسماك، عافوا المصلحه وطلعوا من المصلحه بسبب الخساره اللي صارت. تجي على نظام الاقفاص. اي الشط، انا عندي عده مربين وعده اقفاص اصاب بالشط ومجازة، والمجازة وغير المجازة نفس الشيء. المجازة الدولة ما دعمتنا بعلاف ولا انطتنا شيء، والما مجاز هم انطوا شيء. يعني حالكم حال غير مجاز. نفس الشيء، المجاز بالشط صاحب الاقفاص، المجاز وغير المجاز هو نفس الشيء. نعم. ماكو فرق. اكو اللي جان تجيكم وتفتش، والفيروس اللي جانا الفيروس اللي جانا وموت السمك كله والنفقة الاسماك كلها الدولة ما عوضت، وعدونا بالتعويض. شقد خسائركم كانت؟ ملايين الدنانير. خسائر الاقفاص، جماعة الاقفاص المربين بناحية جديدة الشاط والمنصورية ملايين الدنانير خسروا. جت لجان، حضرنا ندوات، حضرنا مؤتمرات. يعني سويتوا مراجعات؟ سوينا مراجعات وراجعنا مديرية زراعة الديالة والبيطرة وطلعت لجان كشف وسجلوا الاسماء، بس لحد هاي اللحظه دينار واحد ما استلموا. ابدا ما استلموا. اذا المربي فقد الثقه بالدوله. صار لكم 3 سنوات طالبون بهن، ماكو. ماكو كل شيء. بس هي كلها اوراق موجوده عندكم. اوراق موجوده. بس كتعويض مادي ماكو. شو تطالبون من الحكومه الجديده؟ نطالب اولا بتعويض المربين اللي سمكهم مات بالاقفاصه. بسبب الفيروس، ونطالب بالدعم الأعلاف وتخصيص حصة مائية للأسماك. بالأسماك يعني بقدر الممكن، يعني بقدر الممكن تخصيص حصة مائية للمربين. هذا اللي نطالب به من الدولة الجديدة إن شاء الله. إذا حققوا هاي الأمور يعني ممكن نرجع إلى موضوع الاكتفاء الذاتي بالأسماك؟ نرجع وبعد حتى ما يحتاج نستورد. السعر حاليا مناسب لكم؟ هسه ككيلو يوصل 5.5 تقريبا. هسه تقريبا يعني أرباح كلش بسيطة. هسه على وقع الحال. بس مو خسارة. لا ماكو خسارة. هسه تقريبا أرباح بسيطة. جيد. إي بس إذا دعمتنا الدولة بالأعلاف. لا ممكن يزود الربح بعد اكثر. كل الحب والتحيه لك ابو مرتضى. اهلا وسهلا بك، على كل هذه المعلومات بناحيه جديده في الشاط. اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله نجيكم السنوات الجايه تكون الشغله احلى واحلى. ان شاء الله ماكو معاناه. نشرف بكم. اهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. الله يخليك ابو مرتضى. الأمور الجميلة دائما في برنامج أرض السواد لما ألتقي ويا شباب يعني أعمارهم صغيرة جدا 19-20 سنة ويشتغلون بمهن تخص القطاع الزراعي، إن كانت ثروة حيوانية أو ثروة نباتية.
العظيم والجميل جدا ان نلتقي ويا شاب مواليد 2003 ويشتغل بالقطاع السمكي وطالب بالطب البيطري. اهلا بك مصطفى. اهلا وسهلا بيكم عيوني. اخبارك؟ والله بخير. صحتك شلونها؟ الله يسلمك عيوني حبيبي. 2003 ذاك اليوم يعني. يعني الله يخليك نتشرف فيك. انت طالب طب بيطري في جامعه دياله. جامعه دياله نعم. زين شغلك بالقطاع السمك صار لك ايش قد؟ والله يعني صار تقريبا انا من صغير يعني ويا عمامي اشتغل بالاسماك يعني ممارس بالمهنه. ايه. وكذلك يعني انا حبيت هاي المصلحه فيعني وصحت الظروف انه انا ادرس طب بيطري فيعني هذا اختصاصي. يعني صدفه حلوه. صدفه حلوه. معدلك كان بالسادس؟ يعني تقريبا 70. وانقبلت بدياله. اي جامعه دياله. خوما بعيده من يومكم هنا؟ يعني مو كلش مسافه نص ساعه اقل هيك. نص ساعه زين. اي نص حلو. ساعه. مختبرات عندكم ودراستكم؟ مختبرات وحقل ويعني جيد. درسوكم على القطاع السمكي؟ لا يعني بعدنا ما اخذنا الاختصاص السمكي بس يعني انا كخبره لين ممارس اعرف بعض. يعني تطلع الاول عليهم اذا درسوكم اسماك؟ على اسماك الاسماك والدواجن يعني هم نشتغل بالدواجن والحقول عندنا يعني هذا المجال انا اعرف به كلش هواي. اها ما شاء الله. ده نعاني من فيروس. اي صحيح. شو اسمه الفيروس؟ KHS. هذا شو وقت نحل الموضوع؟ شلون يحلوه؟ الغلط ده يصير من المربين لو هو شيء اكبر من المربي؟ والله هو فشي يعني فيروس جاء تقريبا 2017 وفما فوق يعني قبل ما كان اكو هذا الفيروس يعني مثلا اصابات هلاكات عالم ما تعاني. شلون لعد اجانه؟ يعني فجأة وصار كلش هواية امراض قامت العالم تعاني يعني بال 2018 و19 يعني كلش عالم اجانه من سمك مستورد مثلا؟ يعني كل شيء يصير هو النهر بعد ياخذ ويقوم يوزع المحتمل يعني النهر دجله ينبع من كل شيء هواي مسافات بعيده من المحتمل يجي من مسافات بعيده. اها ممكن يعني من المحتمل دول مجاوره او طفرات. هاي مثلا العام اللي راح هم كانت هلاكات هواي لو زين العدد العام لا هم هلاكات يعني كل شيء هوايه اصابات بالامراض. نعم يعني كل وقت انه كل سنه احنا صرنا كمربين لاسماك شهر 11 وشهر الرابع وشهر الثالث نصبي الى شهر الرابع احنا بهاي الفتره كل هوايه صار عندنا مشاكل انه اصابه الاسماك امراض بالاسماك التعفن بالغلاصم يصير دوده كلابيه يصير بجلد السمك بالجلد ما السمكه. هاي الدوده شو تسوي؟ هاي انه تظل تنهش بلحم السمكه فيعني تتغذى عليها. اي فظل السمكه احنا يعني نظام الاقفاص يصير به هاي المعاناة انه السمكه تظل فوق تفتر بالقفاز. فاحنا لحد هسه كعلاجات ماكو كل علاج، العلاج اللي دا يصير انه انتبايتك يا اما وقايه من المرض يا اما كل علاج ماكو. علاجات كسنه 2022 موجود اكو علاج اكو هالشيء بس كله تحت التجربه يعني ماكو شيء 100% ماكو شيء يعني تقدر تقول لو تصيب لو تخيب. اي يعني هسه هم كتجربه اذا نجح هذا العلاج ومع العلم يعني هذا العلاج اللي هسه موجود تكلفته جدا عاليه يعني مو مال شخص يعني شلون تقول لي راد فد دعم من الدوله انه تجيبه لازم تجيبه لهذا العلاج تعطيه مدعوم. اي يعني تعطي دعم للمواطن المربي للسمك للاسماك. نعم. يعني مو مال المواطن يشتري على حسابه يعني هسه اللي يجيب العلاج يجيب العلاج على مسؤوليته الشخصيه يعني هو يشتري يجيبه من الخارج للعراق على حسابه فيصير تكلفته جدا عاليه والمربي الاسماك اذا يشتري من هذا العلاج يعني كلش غالي عليه. مصطفى شنو اكثر الاخطاء اللي يقعون بيها مربي الاسماك؟ والله يعني تقريبا المشكله انه مربي الاسماك يذب يعني الاسماك بمسافات كلش يعني مثلا الدونم يذب له الكميه مال الاسماك اللي يربيها اكثر كل يعني من المتسع يعني يبالغ بالكميه. هاي شنو مساوئها اذا اسماك هواي يصير مكان واحد؟ يعني اذا صارت كميه مال اسماك هواي بمسافه شويه اصغر من اللي هي المعترف بها والمعايير يعني السمك كلش تظل تصير ناعمه كبيره والقوم السمكه الاكبر تتغذى غذاء السمكه الاصغر يعني بعد السمكه تصير شلون احجام يعني كل حجم بشكل يعني مو نفس ما تجي يعني إضافة إلى موضوع إنه الأمراض تنتقل بسرعة والأمراض صحيح أمراض. نعم. يعني كثافة إنه يصير اختناق ارتفاع بنسبة البي اتش بالبحيرة يعني أمونيا تصعد بالحوض يعني فكل شيء يصير مشاكل بالحوض من سبب الكثافة بالأسماك. نعم. تنصح بتعقيم الأحواض دائما؟
والله يعني لازم انتوا تعقمون هنا؟ احنا نعقم. شلون باي طريقه؟ تعقيم، التعقيم يصير بعده طرق، يعني احنا اما اذا تصعد كميه الامونيا بالحوض، احنا يعني احنا الطريقه المعتاده انه ننظف مي الحوض، يعني نزيد مي الحوض، يا اما النوره نستعمل مكان التعليف انه لازم المنطقه كلها تتعقم بالمنور. جيد. ايه؟ من تتخرج راح تظل تشتغل هنا لو تروح ان شاء الله؟ خاف تروح؟ اختصاص هذا مجالي، وين اروح؟ ها لا خاف تتعين، تريد تتعين يعني اكيد انا اتعين، بس كمجالي هو هذا، انه يعني اشرف على الاسماك ويعني الدواجن، انا همين اتعرف ما شاء الله يعني. ايه؟ دواجن واسماك، دواجن والاسماك بالمشروعين، يعني انا اشتغل بهن ومارس بهن كلش. اكو شباب دائما يقول لك انه ماكو شغل، او يريد بس يتعين، او يريد مكان بيته بريد، وهاي ايش تنصح الشباب اللي بعمرك؟ والله يتجهون يشتغلون هنا، يعني المفروض انه ماكو شخص يسمى رحمه الله. صح طبعا، يعني شغل موجود، يعني مو معقول انت تنام من الظهر تريد يجيك واحد يقول لك تعال اطلع للشغل، اكيد لازم انت تسعى وتتعب وتروح وتفتر وتشوف شغل. تنصح الشباب يتجهون للقطاع الزراعي؟ والله يعني القطاع الزراعي فد بزنس نهائيا ما ينتهي هذا القطاع، لانه احسن من النفط، احسن من غير من هواي شغلات، يعني جزء احنا 2043 او اكثر 2050 يعني قالوا الاعتماد على النفط بعد ماكو ما العالم، يعني الزراعه العالم لازم مثلا واحد كاسماك او دواجن او صح او زراعه، يعني هذا يعني هذه الشغلات انه ما تنتهي هاي، فشي موارد مستمره، يعني دائما الانسان يحتاج هاي الاشياء، ما يقدر يستغنى عنها. ربي يحفظك. عيوني. شكرا لك. الله يسلمك، ونتمنى لك التوفيق اكثر واكثر. عيون حبيبي. وفرحانين بك احنا. ربي يخليك. الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد من منصوريه الشط في محافظه ديالب. عرفنا الكثير من الاسرار اللي تخص اليوم تربيه القطاع السمكي والمعاناه والمعوقات اللي قاعد يعانون منها، وخاصه في بدايه هذه الاشهر اللي تبدا الامراض اللي تنهش اليوم بثروتنا السمكية للأسف دون حلول حكومية مقنعة. اليوم نحتاج من وزارة الزراعة حتى من رئاسة الوزراء، وخاصة أنا أخاطب الحكومة الجديدة اللي إن شاء الله تتم بأسرع وقت، أنه نحتاج منهم شيء مهم جدا، هو توفير الدعم المستمر للفلاح والمربي الثروة الحيوانية، لأن هذا اليوم نعتبره هو النفط الدائم. موضوعة الأعلاف اللي قاعد تزيد أسعارها إلى أضعاف، شوف الدول اللي حوالينا كيف تدعم موضوع العلف، وشون تكون تكلفة الإنتاج قليلة بحيث توصل للمستهلك بأسعار جيدة جدا. فهذا اليوم واجب وطني على كل متصدي في العملية السياسية، إن كان في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.